حضرت هذا الأمسية مع نخبة من شبيبتنا الإعلامية. حضرت لأننا نؤمن بأن مستقبل هذه المهنة يبدأ من هنا، وجئت لأنني آمنت بأنه هذه الجمعية وطريقة تفكيرها وطريقة تنظيمها تتجه في بوتقة لا يمكن أن تفرق، بل تقوي المهنة وتقوي المهنيين، بمعنى أنها جمعية تهدف بالأساس إلى الرفع من منسوب المهنية لدى الصحفية والصحفيين الشباب، وتريد أن تكون داخل إطار نقابي يمتلك التجربة ويمنح هذه الحرية في التفكير. ونحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نؤمن بدور هذه الجمعيات، سواء تعلق الأمر بالجمعيات التي تعتمد الجانب العمري أو المجالي أو القطاعي، أنها تساهم في تقوية منسوب المهنية بين الصحافية والصحافيين. ونحن مقبلون على مرحلة جد حاسمة في الجسم الإعلامي بالمغرب اللي غتحدد المستقبل ديالكم. نحن مقبلون على مناقشة القوانين الثلاث المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، ومن الضروري أن يحضر النفس ديال الشباب في كل الأجوبة اللي غنقدموها واللي غنهدفوا من خلالها أننا نوفروا واحد البيئة مهنية آمنة وفيها كثير من الكرامة للصحفية والصحفي. لأنه نعتقد بأنه حينما نوفر بيئة مهنية نظيفة وبيئة مهنية مشجعة للصحفية والصحفيين من ناحية المادية سيكونون في المستوى. تبقى المسألة ديال التكوين والتكوين المستمر. أنا أقول بأن دور المؤسسات الإعلامية ضروري، ولكن كذلك دور المنظمات المهنية بما فيهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية كذلك محوري في إضافة هذا التكوين. ولكن أنا مطمئن من إن كنجيو كنلقى واحد المجموعة الشباب ملتئمين باش يناقشوا أخلاقية المهنة، أقول هناك أمل وخير. ضمن الندوة الإشاعية اللي كتعتبر هي أول يعني نشاط إشاعي كتنظمو الجمعية، اخترنا موضوع أخلاقية المهنة والواقع اللي كنعيشو حاليا. الحمد لله كان تجاوب كبير ديال الإخوان الزملاء الصحفيين، كلشي كيعرف أننا مقبلين على يعني مجموعة ديال التظاهرات الرياضية الكبيرة في المغرب، كأس إفريقيا، كأس العالم. الدولة كتقوم بمجموعة ديال الأمور على يعني المستوى اللوجيستيكي، الفنادق، الملاعب كذا، وحنا غنحاولوا إن شاء الله أننا نديروا شوية ديال التكوين لينا للشباب يعني بشكل ديال تبادل الخبرات بيننا باش نكونوا إن شاء الله حتى حنا واجدين هاد الاستحقاقات. نتمنى إن شاء الله التوفيق لينا وللجميع.